صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير يا مشاهدين العظام، صباح الخير يا جمهور أهل العظيم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وكل الناس بتدور عليها، اللي هي إزاي أخس من غير ما يكون عندي ترهلات. رقم واحد الأكل، لازم أكل، ممنعش أكل، لازم أكل بنظام كل 3 ساعات وجبة، ولازم أدخل الجرعات اللي جسمي محتاجها عشان أبني العضلات، عشان أحافظ على العضلات بتاعتي، عشان هي تحرق الدهون اللي حواليها. دي رقم واحد. رقم اتنين، لازم أعرض جسمي للشمس عشان لما أجي أخس الجلد بتاعي يتشد على الشكل الطبيعي اللي هيقل بيه، لأن أنا حجم جسمي هيقل، فطبيعي جدا لازم الجلد كمان يتشد معاه. ساونا وشمس مهمين جدا، وأحسن شمس اللي هي من الساعة 9 الصبح لغاية الساعة 11 الظهر. طيب هنخش بقى في حاجة تانية بقى، التمرين. إزاي أتمرن أو أنا أعمل تمرين إيه؟ مدة التمرين بتاعتي ما تزيدش عن ساعة. مطلوب مني اتمرن 3 ساعات عشان اخس، لا، هي ساعه واحده اتمرن بعد التمرين، لان التمرين هيقطع في الالياف بس ويحرق الدهون، وبعد كده اعمل ريكفري بالاكل والنوم واعرض جسمي للشمس عشان اشد الجلد كل ما انا بخس. طيب ايه التمرين اللي ممكن اعملها؟ اي مقاومه ممكن اخلقها في البيت، في الجيم، في اي مكان، ادور على المقاومه وازاي اعمل مقاومه لجسمي عشان اقوي جسمي. طيب انا جسمي بيزيد من فوق، بيخس من فوق، بيخس من تحت، لازم اي مكان في جسمي العضلات اللي فيه تبقى قويه عشان تحرق الدهون عشان يكون عندي الشيب. يعني لو انا دراعيتي مثلا مليانه وهتخس، لو خست على العضله الصغيره اللي موجوده جوه هيبقى فيها ترهلات ويبقى عندي الدهون اللي احنا كلنا بنتضايق منها في المنطقه دي. عشان اقوي الاماكن دي هعرف تمارين لكل مكان في جسمي علشان احافظ ان العضله تبقى قويه ولما اخس ما يبقاش فيه ترهلات. يلا بينا هنبتدي من فوق لتحت. التمرين الاول بايسبس، ده عشان العضله اللي قدام، المنطقه اللي قدام. على حسب المقاومه اللي معايا برضو نفس الكلام، هعمل من 15 عده ل 20 عده النفس، ده هيقوي المنطقة اللي قدام، بالتالي يخلي العضلة تحرق الدهون اللي حواليها، فيبقى عندي شيب في عضلات الدراع. طيب هناخد تمرين تاني للدراع زي التراي سيبس من الجنب عشان نشوفها صح. كوعي يبقى عند كتفي، ريزيستن ورايا، كعب رجلية اللي هو أنا واقف عليه مرفوع فوق وانزل، كوعي ما يطلعش بره جسمي، كوعي يفضل فوق كتفي، وازق لفوق وانزل. اهم حاجه اتاكد ان انا ماسك الاستك او الريزستن اللي معايا كويس. برضو هعمل من 15 ل 20 عده 30 ثانيه. اعمل الدراع التاني، اهم حاجه كوعي فوق كتفي، بريس نفس وانا طالع لفوق، كده خدت العضلة اللي ورا والعضلة اللي قدام. ناخد الكتف الجانبي، هقف على الاستك عادي خالص واطلع بايدي، كوعي سوفت مش مفروض، ايدي جنبي وانزل بالراحة، نفس وانا طالع لفوق، كل تمرين هعمله 15 عدة 3 مرات ما بين كل 15-30 ثانية راحة. خلصت الكتف الجانبي، خلص خش على الكتف الامامي، اي بوزيشن من انا اعمله ده كتف امامي. انا عملت 3 كده، 1 2 3. طب هخش كتف خلفي، رجل واحده، رجل اللي ورا رافع الكعب، كوعي في مستوى كتفي، هطلع وانزل، هطلع وانزل، ده عشان يقوي كتفي اللي ورا. الناس اللي عندها راوند شولدر او كتف بيبقى مدور لقدام، حلو، ده بيعمل له مشكله. انا عايز اقوي العضلات اللي ورا عشان تفرد كتفي تاني، الناس اللي بنسميها اتب زي ما بيقولوا. هنعملها تاني بس رجلي الاثنين بقى يبقى جنب بعض، كوعي لقدام،
ظهري ما يبقاش مقوس، لا مفروض كده. انا خدت العضلات بتاعتي اللي فوق. ممكن استخدم بقى ريزيستنت، امسك تشست تشست، اديني ظهرك تشست. اي حد هيعمل لي المقاومه ممكن احط ده عند اي حاجه ثابته في البيت. اهم حاجه اقفل قدام صدري، ركبتي سوفت، ظهري مفرود، بطني مشدوده، مش عامل الكيرف، شادد بطني، واقفل قدام صدري، بطلع النفس وانا بقفل. كده يبقى انا قويت الجروب ماسلز بتاعت المنطقه اللي فوق دي. عشان الناس اللي بتقول انا عندي دهون دايما بتبقى في المنطقه اللي فوق، ده ناتج عن ان المنطقه دي ضعيفه في جسمي. نخش على الرجلين، عايز اعمل سكوات اللي هو بنسميه كرفصاء، هو دايما مشهور بالسكوات. هنزل واطلع. طيب انا كده ريزيستنس ضعيفه جدا، عايز اقوي، وزن جسمي خفيف، فانا عايز ازود المقاومه. كده انا زودت المقاومه، طلع النفس فوق. اهم حاجه وانا طالع فوق ما افردش ركبتي للاخر. ممكن اعمل سكويز بالوسطي ان وسطي يطلع لقدام، بس ركبتي ما تفردش. زي كده وانا طالع بطني بس اللي تطلع لقدام، وارجع تاني سكويز. طيب عايز ازود الريزيستنس، اعمل تمرينه زي الطعن او اللانجز، نفس الكلام، ظهري مفروض، ركبه اللي ورا، ارفع كعب رجليا اللي ورا، مهم جدا. هنزل بالركبه اللي ورا تحت، بوش بوش. نشوفها بطريقه اسهل عشان ده مهم جدا، عشان ممكن يدمر ركبتي او ظهري. كعب رجلي اللي ورا رقم واحد مرفوع، رجليا واخده 90 درجه، ما ينفعش انزل لقدام. هعلي المقاومه بتاعتي ان انا اشد الاستك بتاعي، هنزل واطلع لفوق. وانا نازل لازم جسمي يكون 90 درجه، ما ينفعش انزل كده. تحت طيب دي بعض التمارين اللي انا ممكن استخدمها في حاله ان انا عايز اقوي عضلات جسمي علشان احرق الدهون اللي حوالين العضلات. بس المهم ان انا لازم اظبط اكلي مع شمس، مع كل 3 ساعات وجبه عشان اعلي الحرق الطبيعي بتاعي. مع معلومه مفيده الحلقه اللي جايه ان شاء الله.